مع استمرار الحرب في لبنان أغلقت نحو نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق الصراع. وفق ما أعلنه رئيس منظمة الصحة العالمية فإن 100 مركز من أصل 207 مركز في مناطق القتال مغلقة الآن. كما أغلقت على 5 مستشفيات بعد الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. فيما دعا رئيس المنظمة الأممية إلى وقف الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية والتي تسببت في وفاة ما يقرب من 100 شخص. ينضم إلينا من بيروت الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا أمكن تطلعنا، ما هو الوضع الإنساني الآن الذي يمكن أن نتخيله أو الواقع الفعلي الذي موجود على الأرض؟ مساء الخير. تزداد طبعا موجات النزوح داخل لبنان وأيضا إلى الأراضي السورية يوما بعد يوم. طبعا تختلف وتيرتها حالات النزوح حسب الوضع الميداني، إمكانية الوصول. طبعا المراكز الإيواء على سبيل المثال بلغت طاقتها القصوى من ناحية الاستيعاب، ما يزيد عن 80% من مراكز الإيواء هذه ممتلئة بالكامل. الاحتياجات الإنسانية تتزايد يوم بعد يوم، حالات الإسعاف وعمليات الإسعاف والطوارئ التي يقوم بها زملائنا في الصليب الأحمر اللبناني تتعقد يوما بعد يوم، من ناحية الوصول الآمن، من ناحية عمليات البحث والإنقاذ، عمليات الإسعاف الطارئ أيضا على الأرض. دكتور حسام، هنا السؤال، ما هي الصعوبات التي تواجهكم على الأرض في التحرك؟ ما هي أهم هذه الصعوبات التي تم رصدها والتي معلومة لديكم؟ على سبيل المثال صباح اليوم في الساعة 8 صباحا انطلقت فرق الصليب الأحمر اللبناني بالتنسيق مع اليونيفيل في جنوب لبنان لتنفيذ مهمة بحث وإنقاذ وإسعاف وطوارئ في قرية سبرين. وعندما وصل زملائنا إلى المكان الذي تأثر بالغارات الجوية للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض وانتشال وإسعاف الجرحى، تعرض المكان لغارة أخرى ونجم عنه جروح أو تضرر في المكان، وأيضا أصيب بعض متطوعي الصليب الأحمر اللبناني. نحمد الله أن إصابتهم طفيفة، ولكن هذا مثال حي ومباشر عن المخاطر التي يعيشها زملائنا في الصليب الأحمر اللبناني وكامل الطواقم الطبية التي تعمل على الأرض لدعم وتقديم خدمات المنقذة للحياة للمدنيين المتضررين بهذا النزاع. دكتور حسام، هل هناك إحصاءات مؤكدة عن المهمات التي نفذت وعدد الإصابات من طرفكم؟ طبعا الأرقام هي المصدر الرسمي، هو وزارة الصحة العامة اللبنانية، ما يزيد عن 2200 قتيل حتى الآن بسبب الأعمال العدائية، ما يزيد عن 10500 جريح حتى الآن منذ أكتوبر العام الفائت. هذا الرقم طبعا الرقم المحصى حسب إحصائيات ووصول وزارة الصحة العامة على الأرض وإحصائيات المستشفيات. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأثر الآخر، وهو من الصعب إحصاؤه بأرقام، هو الأثر النفسي، الصحة النفسية للأشخاص النازحين المتضررين الأطفال، وأثر هذه الأزمة المستمرة على صحتهم النفسية. هذا لا يمكن قياسه برقم معين. العديد من الأشخاص زملائنا على الأرض أيضا لديهم حالات من التأثر بما يشاهدونه على الأرض، زملائهم، أحبائهم، عائلاتهم أيضا. طب دكتور حسام، ما هو أنواع الدعم النفسي المقدم إلى سواء إذا كان الطواقم أو الأهالي والنازحين أو من يتم التعامل معهم في خلال مهماتكم؟ طبعا كافة الكوادر في الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني هم مدربين على تقديم خدمات الإسعاف الأولي النفسي، بالإضافة إلى ذلك تقوم فرق الصحة النفسية في الصليب الأحمر اللبناني بتقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز الإيواء وتجمعات النازحين. أيضا يوجد لدينا خدمة وهي دعم الداعمين، حيث يقوم أخصائيين في فرق الصليب الأحمر بتقديم الدعم والاستشارة والمشورة لزملائهم الذين يقومون بتنفيذ مهمات يومية على الأرض. وهل يوجد هناك إحصاءات للحالات التي تأثرت بشكل واضح ويمكن تصنيفها على إصابة نفسية وضرر نفسي مما حدث؟
طبعا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان الضرر النفسي ليس بالضروره ان تشاهده خلال ايام. بعض الاشخاص قد يكون الصدمه تاخذ ايام واسابيع لتظهر عليهم ويظهر اثارها عليهم. طبعا الاثر النفسي سواء قليل او كبير هو اثر نفسي، هو يعادل الضرر الفيزيائي اللي ممكن يتعرض له الانسان. الأرقام حتى الآن لا يزال يتم جمعها وإحصائها. طبعا نحن نتحدث من الناحية الإيجابية عن الخدمات المقدمة، مئات الأشخاص تم تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لهم من قبل متطوعي الصليب الأحمر اللبناني جنبا إلى جنب بتقديم الخدمات الإغاثية الأخرى. لا يمكن أن نغفل جانب دون لحظ الجانب الآخر من الخدمات. يجب أن تقديم الخدمات الأساسية كخدمات الإيواء، الحماية، الطعام، المياه النظيفة، وأيضا خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الطبية كالعيادات وخدمات العيادات المتنقلة. أهم أيضا خدمات المنقذة للحياة، خدمات البحث والإنقاذ، الإسعاف الأولي والطوارئ، خدمات نقل الدعم. هذه كلها بعض الخدمات التي يقوم بها زملائنا في الصليب الأحمر اللبناني يوميا. طيب دكتور حسام، ما هي الرسائل العاجلة من طرفكم التي يمكن أن توجهها لكل الجهات والمسؤولين في الفترة الحالية؟ ما أهم رسالة ممكن أن يتم توجيهها؟ الرسالة الأولى هي حماية شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتحييد العاملين في مجال الإغاثة عن أي أعمال عدائية أو استهدافهم. هذه رسالة مهمة وأساسية. النقطة الثانية أو الرسالة الثانية التأكيد على يجب حق الأشخاص المتضررين من الوصول إلى خدمات الإسعاف والطوارئ دون أي اعتبار آخر. طبعا النقطة الثالثة وهي المهمة أيضا، كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أطلقنا نداء طوارئ لأزمة الشرق الأوسط. حتى الآن بالرغم من الدعم المستمر من العديد من الحكومات والجهات، ولكن حجم الدعم حتى الآن لا يعادل حجم الاحتياجات. نداء الطوارئ حتى الآن لا يزيد نسبة الدعم المقدم له عن 12%. نحن قادمون على فصل شتاء، العديد من الاحتياجات الطبية والاحتياجات الإغاثية التي ستزداد مع تقدم الوقت، حالات النزوح ضمن الأراضي اللبنانية وأيضا تجاه الأراضي السورية نزح ما يزيد عن 400,000 شخص. هذا كلها يضع عبء وضغط إضافي على هياكل والبنية التحتية التي بحاجة إلى دعم سريع وفوري. وهذا الدعم السريع والفوري دكتور حسام كيف يمكن إيصاله لكم؟ هل مباشرة من خلال الوسائل الخاصة بكم أنتم أم من خلال أماكن مراكز الإيواء وما إلى غير ذلك؟ بداية أي دعم يجب أن يكون بشكل منسق، وهذا ما نؤكد عليه. يوجد قائمة احتياجات أساسية حددها زملائنا في الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر السوري. يمكن دعم مباشر للجمعيات الوطنية الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو عبر منصات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أيضا. شكرا جزيلا دكتور حسام فيصل من بيروت، رئيس وحدة الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.